الله يحفظك يا شيخ. عندنا في الجنوب يا شيخ في لفظة منتشرة بين الناس أن الواحد إذا فاته أمر أن يحبه وندم عليه يقول أسعد الله أني فعلت كذا وكذا، يعني أني فعل هذا الأمر اللي فاته. معناه يا ليتني فعلت. هو معناه يا ليتني يا شيخ. في بأس يا شيخ؟ ما إذا أنت مثل ما قال لو استقبل ما استمعت بر ما أهديت. إيه. لكن الإخبار أنه أسعد الله هذا الشيء. الله يعني يا ليت. إيه. المعنى ما فيه بشيء شيء. ما في شيء. كان ألقاه هذه ثلاثة أسئلة على فضل الشيخ رئيس الله. المغرب يوم الأربعاء 27 من شهر قادة عام 1418 هجرية.